وهذا اللقاء هو اللقاء الثاني مع الحديث الثاني الذي انفرد بروايته الإمام الربيع، إلا أن هذا الانفراد انفراد من حيث الراوي، ليس من حيث الأصل. وقد ذكرنا أن الانفراد ينقسم إلى قسمين: انفراد مطلق وهو أن يتفرد بأصل الرواية، فلا يروي هذا الحديث أحد إلا الربيع، وإما أن يكون هذا التفرد تفرداً نسبياً، وهو التفرد بجزء من الحديث، سواء كان هذا الجزء في الإسناد أو كان في المتن. واليوم نتكلم عن هذا النوع من الانفراد، وهو الانفراد النسبي، وهو انفراد الإمام الربيع رحمه الله تبارك وتعالى برواية هذا الحديث من طريق لم يروه من هذا الطريق غيره من المحدثين. واللقاءات القادمة إن شاء الله ستكون في الانفراد المطلق، وسنبحر إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديث في الأحاديث التي انفرد بها الإمام الربيع رحمه الله تبارك وتعالى انفرادا مطلقا، فلم يروي هذا الحديث إلا الربيع رحمه الله تبارك وتعالى. أما اليوم فنتكلم عن نوع من أنواع الانفراد وهو النسبي، والمثال الثاني وهو حديث الأعمال بالنيات. وكما اعتدنا نتلو الحديث سندا ومتنا، ثم نذكر من أخرج هذا الحديث، ثم بعد ذلك نعرج على بعض المسائل الإسنادية المتعلقة بالحديث، ثم نتطرق إلى بعض الفوائد في متنه، ثم نختم هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل. قال الربيع بن حبيب، قال أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو البصري: حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي عن جابر بن زيد الأزدي عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. قال أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو البصري: حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي عن جابر بن زيد الأزدي عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. قال أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو البصري: حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي عن جابر بن زيد الأزدي عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. هذا الحديث أخرجه الإمام الربيع رحمه الله تبارك وتعالى في مسنده الرفيع، وأخرجه البخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، وأخرجه شيخهما الحميدي في مسنده، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ، إلا أنه من رواية أي أخرجه في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني، أي لا يوجد في سائر الموطآت إلا في موطأ مالك من رواية محمد بن الحسن الشيباني. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن ماجة في سننه، والترمذي في سننه، والنسائي في السنن الكبرى، وأخرجه الدارقطني في سننه، وأخرجه البيهقي في كتبه وفي مصنفاته، فقد أخرجه في السنن الكبرى، وأخرجه في السنن الصغير،
وأخرجه في كتاب معرفة السنن والآثار، وأخرجه في شعب الإيمان، وأخرجه في كتابه الآداب، وأخرجه في كتابه الخلافيات، وأخرجه في كتابه الاعتقاد. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه وتلميذه، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وتلميذه ابن حبان في صحيحه، وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، وأخرجه البزار في مسنده، والقضاعي في مسند الشهاب، وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه، والخليلي في الإرشاد، أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه، وخرجه ابن منده في كتابه الإيمان، وأخرجه البغوي في شرح السنة، وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، وأخرجه ابن عساكر في معجمه، وأخرجه ابن كثير في مسند الفاروق، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، وأخرجه كذلك قاضي المارستان في مشيخته، وأخرجه أبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية، وأخرجه ابن شاذان في مشيخته الصغرى، وأخرجه كثير من أئمة الحديث. وقد تتبعت هذه الطرق جميعاً بأسانيدها وطرقها ومداراتها، وعللها، وجمعتها في كتابي الجديد، وهو الذي أعددته وأفردته للحديث عن هذا الحديث، وهو بعنوان الأعمال بالنيات تخريج وتطبيقات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى النور في المعرض القادم بمشيئة الله تعالى، معرض الكتاب. وأنهيت التطبيقات الفقهية في هذا الكتاب، وقد تكلمت عن تخريج هذا الحديث وتتبع طرقه فوق ما يربو عن 100 صفحة، والحمد لله رب العالمين.